أهلا بيكم، عايزين نتعلم عزف المقطوعة دي النهاردة. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات الجيتار. طبعا المقطوعه دي اسمها مالاجينيا، هي من اشهر مقطوعات الجيتار. ما عنديش ضوافر انا النهارده، مش عارف اعزفها قوي، بس عشان اوريكم ان الضوافر بتفرق جامد. فعايزين نتعلم المقطوعه دي. المقطوعه دي من اشهر المقطوعات وهي سهله خالص، فهنشوف الفكره بتاعتها ازاي، وكمان نشوف ازاي ممكن نعزفها وازاي نقدر نسرع فيها وايه الاضافات اللي ممكن تضيفها عليها، لان المقطوعه كمان تستحمل ارتجال، يعني ممكن تلعب وترتجل عليها بعد كده حاجات زياده فتطلع لك فيرجن جديد، لان كل الناس بتعمل كده في المقطوعات اللي زي كده، يمسك اساس المقطوعه يلعبها ويزود شويه حاجات ويكتبها باسمه، يبقى ده الفيرجن بتاع فلان اللي لعبها لمالاجينيا، مش عارف حد تاني يلعبها، فتلاقي منها 500,000 فيرجن، هتلاقي كل واحد لعب بطريقته، لكن في الاخر متفقين على الحته اللي هي اللحن الاساسي في المقطوعه. يلا نشوف بتتعمل ازاي. مقطوعه بسيطه خالص ما فيهاش اي حاجه، فيها نغمه اي وبعدين جي شارب بي، اي جي شارب بي، وبعدين اي سي بي اي جي اف، تخلص على كده. ده اللحن الاساسي. الجديده دي بقى هي الاعاده بتاعت اللي فات. بعد ما نتمكن من دي كده وانا قصد اعزفهم كلهم بالبي ده، عشان حد هيقول لي دلوقتي انت مش كنت قلت لي انا اعزف بالاي والام، المقطوعه دي كلها في السولو لازم اعزف بالبي عشان دول هنستخدمهم في حاجه تانية دلوقتي. بعد كل نغمه من دول ازود ده بالصباع، ده اول حاجه في التكنيك. دي أول خطوة، وبعد كده أسرع شوية. وبعد كده أخليهم صباعين، يبقى بعد كل نغمة نغمتين. بعدين ثلاث صوابع، دي بقى اسمها تريمولو، يعني بعمل بالثلاث صوابع، وتفضل تتمرن كده بقى لحد ما تطلع سرعة كويسة. يبقى دي النغمات اللي قلنا عليها. طبعا التقطيع اللي بيحصل في الصوت ده بسبب الضوافر، الضوافر هنا بقى بتساعدك جامد جدا في الستايل ده اللي هو الفينجر بيكينج مع الكوردات مع النغمات، فيطلع لكش النغمات بتقطع كده. بعد الكلام ده بعمل ايه بقى؟ وبعدين بعمل هنا في الشمال اي اف جي F وبعدين E وبعدين B D C B A minor وبعدين A G sharp A B C B D C B A G sharp. يبقى كله
وبعدين اعيد ده ثاني كده بصباع واحد، هعمل بصباعين كده بثلاثة، طب في حاجة عملتها في الأول كانت كده، ده مستوى أعلى شوية، بس هي الفكرة إن هنا كده أهو بمسك إي وبعمل كده وأشد التلات أوتار مع بعض، فهنا بعمل كده، انا ماسك كورد الاي اهو بعمل، وبعدين ده اللي تحتيه، طبعا ده مستوى اعلى شوية، لو مش عارف تعمل ده الاولاني يقضي الغرض يعني. الجزء الاول اسهل من الجزء الثاني، الجزء الثاني اضافه بس زياده في التكنيك، يعتبر ليفل اعلى كمان شويه، فممكن قبل ما تخش فيه راجع الحاجات، في كورسات ثانيه للفينجر بيكنج يعني، ده كده ليفل 2 كان في قبله ليفل 1، لو انت عليت شويه ممكن تشوف حاجه في الفينجر بيكنج، شوف حاجات يعني في بلاي ليست ثانيه لحاجات ثانيه عشان تتعلم، حتى اللي ما تتعلموش دلوقتي ممكن تروح تتعلمه شويه ايدك تتظبط اكتر وكده، وبعدين ترجع ثاني تذاكر مثلا المقطوعه دي بتكنيك اعلى، فهي الفكره في كده، مش مثلا مقطوعه نازله فنعزفها زي ما هي وخلاص، لا تقدر تزود فيها التكنيك وتقدر تزود الحرفيه بتاعتك الاحترافيه يعني في المزيكا، وازاي تعرف تعملها احسن، تعملها اسرع، تعملها اجود، في حاجات كتيره جدا. فيعني لحد دلوقتي يعني مثلا دلوقتي بسبب ان انا ما عنديش ضوافر بعزفها اوحش من لما يكون عندي ضوافر، لما بيكون عندي ضوافر بعزف احسن من كده وبرتجل عليها اكتر من كده وبقدر ازود حاجات اكتر من كده، فهي كل حاجة بتبقى بالحرفة وبالخبرة وبالأصول بتاعتها يعني، الجيتار لازم تكون مطول ضوافرك، ما طولتش ضوافرك هتفقد تكنيك معين، فبس دي نصيحة يعني بقولها، طبعا ذاكروا كتير وأشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة، شكراً.